بيان. السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى أن يكون الجميع بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. خير ما يبدأ به الإنسان حديثه وآيات من ذكر الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. المتحدث الغيث مم الكورين بريك، سأتحدث عن وضعنا الداخلي والخارجي بصفة عامة، وعن المرحلة، هذه المرحلة الخطيرة والاستثنائية التي يعيشها شعبنا المكافح. وهون ندور نشير لعدة أمور في هذا المسار، واللي لازم عنا بأسرع وقت ممكن نقوم بتصحيح لها. تصحيح ما هو أي تصحيح، ولا هو ترقيع، تصحيح ثوري نابع من وطنيين ثوريين. الوطن عاد محتاج الحكماء، وعاد محتاج له العقل وأهل التدبير وأهل المسؤولية. كنا ظانين على الأمور من بعد 13 نوفمبر 2020، بداية العودة للكفاح المسلح، أن كل شيء له يتغير في وضعنا، سياني منه الداخلي وسياني منه الخارجي. وللأسف هذا ما ظهر، هذا ما ظهر خلق ذيك الهبة الشعبية اللي تنادى لها شعبنا، واللي معروف بوقت الحاجة، ومعروف حقيقة بعناد وبشجاعة ومقاومة، وجه كامل متنادي. وعقب الله جبر الأمور دون بلدها من ناحية التسيير، ومن ناحية الإشراف، ومن ناحية حتى التجهيز. هذا الواقع انتم تعرفوه كاملين، لا اللي يعرفه والله اللي جاحدوا على راسه. هو الأمور ما تلات متطلبة الصبر الياسر، لأنه الصبر كافي منه 45 سنة، كافي منه 45 سنة من الصبر. قطعا عنه حد ما شاف همه، وأعني الهم العام أهل الصحراء، من خلال 40 سنة ما تلاقيه يشوف. التزلف والنفاق طلع للوبر، ما يخدم القضية الوطنية ولا يقدم المشروع. واللي خالق ويالته يخلق ألا قول الحق والعمل بالحق. والمرحلة مرحلة استثنائية بكل المقاييس، ما يالتنا تلينا نسكتوا عنها. لا بد من تصحيح ثوري شامل وعاجل للمرحلة. وضعنا الداخلي لا ماشي يتفاقم، وقيادتنا الرشيدة ماشية في قيها وفي طقيانها وفي جباروتها وفي استخفافها بالشعب. وراني هون ماني باقي نقيس في القيادة، والله باقي نبين عيبها، والله كذا. هذه هي الحقيقة اللي ما يالتنا نجحدوها عن روسنا، لأنه الساكت عن الحق كالناطق بالباطل، وإذا سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، والحق
ليس هدية تعطى ولا غنيمة تقتصب، بل حتمية للقيام بالواجب، وهذا واجبنا كاملين. منين نتكلم على الوضع؟ راي نتكلم على الوضع بصفة عامة، وضع في كل مؤسساتنا، في كل مؤسسات الدولة الصحراوية. هذه الدولة اللي لبست نعايل دولة سابق وقتها، لأن نحن حقيقة نزلنا ثورة. ومنين أمالي عندنا دولة ما مشينا مشي الدولة ومؤسسات الدولة واحترام القانون؟ دسنا على القانون المعدلين بيدينا، ودسنا على دستورنا، ودسنا على مبادئنا، ولا طبقنا برنامج عملنا الوطني. وهذا كامل يرجع لمن؟ للقيادة الرشيدة، للمسؤولين، لأنه المسؤول هو المسؤول الأول عن تطبيق القوانين، هو المسؤول عن الرعية. وله المواطن يقول لك وحدين، المواطن، المواطن، مواطن لا إنسان عادي عنده واجبات يقد يقوم بيهم ويقد يخل بيهم، غير المسؤول مفروض عليه لأنه تحمل ذيك المسؤولية ونعطاك له ذيك الثقة بقد النظر عن الطريقة اللي قبض بيها المسؤولية. وما تخفى عليكم كاملين، ولا تخفى علينا كاملين، ذيك الطريقة اللي هي طريقة مؤتمرات والقبلية محسوبية الزبونية وذيك الطرق كاملة. واللي يتكلم ياسر من الناس، وأنا راني دايما نبه عليها، عن المؤتمر عنه يعطي الشرعية وعاطي شرعية لهذه القيادة دايما وعاطيها شرعية. المؤتمر ذا اللي يعدل فيه كامل ما هو شفاف، لا من ناحية الانتخابات، ولا من ناحية الآراء، ولا من ناحية العمل، ولا من ناحية التطبيق. لأن المؤتمر ذا اللي يجيه منه، خاصنا نشوفوا ذا اللي يحضروا في المؤتمر من هم، نفس الوجوه اللي دائما تحضر في المؤتمر. خاصنا نشوفوا من هو اللي دائما يترشح، ومن هو اللي دائما ينجح. لا يعقل، لا يعقل أبدا عن من المؤتمر الخامس إلى المؤتمر 15 نفس الأجوف تطلع في كل مؤتمر بزيادة طفيفة جدا، لا حد توفى. وهذا عيب، عيب علينا كاملين. خرسوه بذي الطريقة والصف قولوا بذي الطريقة ونقولوا انتم اللي صوتوا عليهم، ما صوتنا عليهم، لا، ولا عندهم تشريع بذي الطريقة. هذا شي شرعوه هم الروس، هم الآمر وهم الناهي. أحمد هو اللي عد المؤتمر، وأحمد هو اللي يفرز الأصوات، وأحمد هو اللي عين اللوائح، وأحمد هو اللي يقرأ اللائحة على الناس. وهذا الشيء يجعله من الثقة العمية اللي درنا فيها والناس، ولا هم أهل لها. لو كانوا قاعد أهل لها ما مسول عنه، غير ما هم أهل لها حقيقة. ظهرنا ياسر من الأمور اللي يعدلوا خفية وعلنا، ولا يحاسبهم شيء لأنه ما خالق قانون يحاسبهم. وهذا تصوروه، لأنه ما خالق قائد قد تطلع وقف يعمل ولا أمين عام، خليني من الوزراء والأمناء. بل بالعكس، جاءت فترة من الزمن أنه خالق قيادة تسقط في الانتخابات وكانت أعضاء أمانة وتندار مسؤولة على أعضاء الأمانة، وحد قبض بداية السلوم ما تلقاه منه. وهذا عيب، وهذا توضحون هذه المرحلة كاملة. وهذا اللي نشوفه كامل واللي موجود في مؤسساتنا من محسوبية ومن قبلية ومن الأمور اللي لا داعي لذكرها، وانتم كاملين تعرفوا. هيدا هون لابد من هزة كبيرة في الإطار، كي قال الشهيد الولي رحمة الله عليه، منين يعود الإطار ما يحقق من الانتصار انتصار ثاني. ووجب علينا تصحيح ثوري شامل أن نقوم به. والكرة ضريك في مرمى مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي اللي يالتهم
هما اللي يعودوا في الثورة قابضين زمام المبادرة في كل شيء، هما اللي يراقبوا، هما اللي كافحوا، هما اللي يقوموا الإعوجاج، هما اللي يفرضوا شيء، لأنهم هما اللي معدلين شيء، وحد غيرهم راهو ما هو معدلش. كثرة الوزارات وكثرة الأزراء وكثرة السفراء وإذا ما حصل منه شيء. ومع الأسف هما اللي مع الكثرة بعيد عن واقع شعبه، قيادتنا بعيد عن واقع شعبه، هي وعائلاتها وأبنائها بعيد عن واقع الشعب، ما هم معاه، ما لله اللي فيهم اللي يسير الولاية ويسير السفارة ويسير المؤسسة بالتلفون وبالتليكوموند سنتين وثلاثة. عيب، هذا عيب علينا كثوار، وعيب علينا اللي خلينا عهد شهدانا ما هو ذا هو اللي خلاونا عليه، ولا خلاونا نصيفوا في الخارج، ولا خلاونا نقبضوا الحمادة كبديل عن الوطن. احنا جينا باش نحروا وطننا، اذا خصنا نحروا وطننا يا جماعة، ولا هو بالشعارات الزائفة، ولا هو بالتزلف، ولا هو بقبيض الأخلاق، ولا هو بالطلع على لوبر، ولا هو بالتستر على شما وحق. الاحتلال المغربي البغيض هذا هو اللي دور، زين عنده ذي القيادة التم على ذا الشعب بيشاف عنها وحلت في المتاهات، والقيادة منين يعود يوحل في بناء الذات وبناء نفسه وعائلته، رحم الله المشروع اللي متقابض معاه. وهذا وقع لنا حقيقة منذ توقيف إطلاق النار عليه، هذه القيادة عادت واحلة فيها لا مصلحتها، وأعطاتنا التجربة هذه خلال هذا الزمن كامل عنه، اللي عاد يعدل الاحتلال المغربي نعدله إحنا، واللي يبقي الاحتلال المغربي عندنا إحنا نبقوه ونتحامروا معاه. والاحتلال المغربي ما قطع عاد يحامر معاه، ولا قطع عاد نموذج يحتدى به. وبينت لنا التجربة على القيادي الصحراوي مصلحته وطنيته عاد تنتهي مع مصلحته، ألا ما حد عنده مصلحة وقائد وكذا راهو وطني وعنده ذيك الشعارات، ومنين توفى ذيك المصلحة تنتهي معها الوطنية، لا يفقع والله يقيس العدو ونقبضه احنا خلاقه ونرضوه. ياكي تم ساكت. القضية يا جماعة ما هي قضية أعمر ولا زيد ولا محمد، قضية شعب وأكبر من ذا كامل، ويا الله تنا كاملين تحماوا عليها ولا نقبضوا أخلاق حد من أجل القضية الوطنية. تصوروا معايا كم المراسيم اللي عدل سيادة الرئيس المحترم. الصين الشعبية اللي تتكون من مليار ونصف المليار من البشر، عندها 18 وزير لا أقل ولا أكثر. أمريكا 14 وزير وسكانها أزيد من 319 مليون نسمة. ألمانيا اتحادية عندها 16 وزير وسكانها أزيد من 65 مليون و200 ألف. الجزائر هذه الحذانة اللي قاع احنا نمثلوا ذو قاعره مكبار ودول عظمى نمثلوا بالدول اللي جوارنا واللي نتقاسموا معاها واللي حليفنا. الجزائر عندها 30 وزير وسكانها وعدد سكان الجزائر في آخر الإحصاءات 43 مليون و851 ألف. الصحراء الغربية وطننا نحن وبلدنا اللي نعتز به، ما فات استقلت، عدد سكانها أقصى تقدير، رانا نقول أقصى تقدير، مليونين نسمة. عندها 29 عضو أمانة وطنية وهي أعلى سلطة، زايد 16 عضو أمانة
في المناطق المحتلة، زائد 8 أسرى من خارج الأمانة الوطنية مكلفين بحقائب وزارية، زائد 4 أسرى منتدبين لدى الوزير الأول، زائد وزيرين منتدبين لدى التعليم والعدل، زائد 4 مستشارين لدى الوزير الأول، زائد 10 مستشارين لدى رئيس الجمهورية. المجموع يا إخوان 73 بين عضو أمانة ووزير ووزير غير عضو أمانة ووزير منتدب لدى وزير ومستشارين لدى رئيس الدولة، ناهيك عن الأمناء العامون، لكل مؤسسة فيها أمناء عامون. منين قايسين احنا؟ منين قايسين احنا يا إخوان بهذا العدد 73؟ منين قايسين بهذا العدد؟ شلاه ينعدلوا به؟ ألا قولوا لنا شلاه ينعدلوا به؟ احنا مزلنا ثورة، ما فتنا عندنا دولة، لا نكذبوا على روسنا. إذا هون هذا من كثرة الوزراء والمنتدبون والمستشارين تقول لا عنا عندنا مشاريع وعندنا أمور كبيرة خاصة تحتاج، وعن عدد سكاننا فات الصين وكذا إلى غير ذلك، وإحنا لا حدنا مليونين نسمة ولا هي متواجدة كاملة على في أماكن في مخيمات العز والكرامة مكان القرار. إيه وندوروا نقولوا عنا ندوروا نعدلوا شي، نسينا على المسؤولية تكليف ولا هي تشريف، ونسينا عنا ثورة ولا لنا ثروة ولا جينا باش نعدل الثروة. هذا يا إخوان ما يقد يعدل، وقبيض الأخلاق ما تبتنا به الدول، والعاطفة ما تبتنا به الدولة. لازمنا العدل ولازم المساواة ولازم الوحدة الوطنية تعود حقيقة ولا هي شعار. وهذا راه هو اللي شوي من الواقع، منين كينا نتكلموا عن الواقع لا يفوتوا نهارات وإحنا نتكلموا، وهذا راه مؤسف ومؤلم ولا دفعنا له، ما هو الغير على الوطن وحب الوطن ولا هو شي ثاني غير ذا، ولا ينتموا ولا ذنبتنا إلين تتغير أمورنا ويستقل بلدنا ونمرقوا عنا القزات المغاربة. هذا راه يأسف ويحز في النفس يا الصحراويين. الوطن مغتصب والنساء تسحل والرجال في السجون والشهداء بالقوافل نودعهم يوميا، وإحنا واحلين في شي من المتاهات وشي من الامتيازات حتى أصبحت الطبقية في مخيماتنا. اللي ما جينا باش نبنوا مخيمات، جاء المخيمات كانت عندنا قنطرة عبور للوطن، وذو ما احنا عندنا لا ينعدلوها بوطن بديل. كل قائد عاد عنده لوبي يدافع عنه ويكافح عنه، ومنين يسمى يدافع يقوم هو الحد ما هو باقي الناس تنقذوا يتمزرع عن أهل الصحراء، حد ما هو معدل شي لأهل الصحراء يتمزرع عنها ويحشم يحشم العرضه. والمواطن الصحراوي عنده الحق يتكلم في أي مكان كان فيه، عنده الحق يقول رأيه في ذا المشروع الوطني اللي قدم فيه وما زال يقدم فيه، ولا يزايد حد عليه نهائيا يا غير حد ما هو باغي الناس تنقذه لا يعود مسؤول على أهل الصحراء. في نهاية خلاصة كلامي، لابد من تصحيح ثوري شامل ينقام به في أسرع وقت، لأن الأمر خطير جدا والأمور ماشية تتفاقم، وجيش التحرير لابد تنعطاله الأولوية في كل شيء، ولابد يقبض بزمام المبادرة. زمام المبادرة يالتها ترجع للجيش كيف كانت راجعة له، يا غير خاصة ترجع له بقوة ونبنوا ذاتنا.
يا إخوان علينا عنا نكونوا أحرار كما كنا، ولا نسكت عن قول الحق، لأن عدم قول الحق ضعف، وكلمة الحق نقولوها يعملها تعود في الطريق المظلم. الحق سيف على الباطل، والباطل والكذب والتزلف والنفاق والمحاباة، وذيك الأمور إذا نبتها ما تبني الأوطان، ما تبني الأوطان. الوطن يبنيه الحق، ولاه الشعر ولاه الأغاني ولاه التزلف ولاه التصفاق. عندنا دائما تشوفنا متعطشين نسمعوا شي انتصار عن قضيتنا الوطنية. منين يتكلم مبعوث والله مسؤول والله سياسي أوروبي عن قضيتنا، نقعد نتباشر بيها وكنا يرسلها للثاني كأنه انتصار عظيم. ومنين يعين مبعوث نتباشر بيه كأنه نصر، عندنا متعطشين للنصر وإحنا ما نعرف ما هو النصر. يا غير خاص يعود نصرا حقيقيا، وله النصر اللي رسخت القيادة في زمن السلم في رؤوس الناس، لأن عاد متعطش لشي ما هو خالي. عاد منين يخلق اعتراف والله كلمة؟ شوف مسؤوليننا في هذه سبابة وفي غيرها من الأماكن يعاد لسيلفيات ويصوروا مع المسؤولين كأننا حققنا ذا. يا إخوان رانا عدنا عبء على حليفنا وعلى جيراننا، عدنا ننتظروا من الناس أنها تحقق النشي، خاصنا نقوموا مع روسنا. الوضع ما تلسام حبذا، وحد شاك عنه لا يتم يعدل ذا للصحراويين راه ما تل مقبول ولا تل حد قابل. والجيش يالته يقبض بزمام المبادرة، زمام المبادرة يالته تنعطى الجيش ويقوم بتصحيح ثوري حقيقي شامل. نقلوا من هذه الوزارات اللي عندنا وذي السفراء وذي الممثلين زمن الحرب، ما عندنا قايب ذم التمثيليات وذم السفراء وذم كذا وذم الوزارات. ثلاثة أو أربع وزارات سيادية تكفي، والشي الثاني كامل يقيس الجانب اللي يالتو يقيسه كل الصحراوي وبدون استثناء، لأنه الوطن محتاج لجهود جميع أبنائه وعطائهم. وهذا راهو حقيقة، ما هو نفاق ولا هو تزلف الحد نهائيا. يغير الحق مر، يغير يبقى لا حق، ولازمنا نقوله مرحبا بيكم وسهلا وأهلا وكل الوطن أو الشهادة.